حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب ظروف التكدس في ملاجئ النازحين وإغلاق مستشفيات مع فرار مسعفين من الهجوم الإسرائيلي. وقال المسؤول إن هناك احتمالا كبيرا لتفشي أمراض مثل الجرب، الإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد وعدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وكانت الحصيلة الرسمية للقتلى جراء الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى أكثر من 2300.